حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الخبير في الشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي بعد التحية. طبعا مشروع مد سكك حديدية لجيران إيران خطة طبعا للهروب من العقوبات الأمريكية، هل تعتقد بأن ذلك سوف ينقذ اقتصاد نظام طهران المتداعي؟ نعم، في البداية تحية طيبة. أنا أعتقد يعني المشروع الإيراني في المنطقة وبالتحديد في سوريا هو مشروع يعني قديم، وحتى يعني هذا الخط يعني الذي يمتد من طهران حتى لبنان مرورا بالعراق وسوريا أيضا هو مشروع قديم، حاول النظام الإيراني منذ فترة طويلة ارتباط بتلك الدول بريا، لكن فشل على الأرض الواقع نتيجة التدخل ودور الجهات الفاعلة الأخرى. والآن بعد في ظل العقوبات المفروضة على طهران تعيد إيران من جديد هذه الخطة من أجل يعني التحايل على العقوبات الدولية وأيضا ربط تلك الدول والعواصم بطهران حتى تكون مسيطرة ومتنفذة بشكل أكبر مما هو عليه اليوم. لكن أنا أعتقد يعني العملية عادة يعني إعمار سوريا بشكل عام أنا أعتقد سوف لا تتم إلا بعد يعني العملية السياسية في سوريا، وهذا الموقف ومطلب الغربي الأمريكي الأوروبي. وإذا تمت عملية سياسية بمعنى تغيير النظام بشار الأسد، نعم، وعندها سوف لا يكون للنظام الإيراني دورا في سوريا وتفشل خططه إن كان عبر خطط يعني خط بري أو غير ذلك. لذلك أنا أعتقد هناك جهات كبيرة وأقوى من مواقف إيران وأقوى من دور إيران، تلك الجهات إقليمية ودولية تعمل على منع دور إيران في المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار وإرهاب الإيراني في المنطقة. لكن بشكل عام أنا أعتقد يعني هناك الآن نحن نعيش في مرحلة جديدة، هناك الإدارة الأمريكية الجديدة ترامب تعمل بكل إمكانياتها أن تمنع إيران من التحايل على العقوبات، أن تتحالف مع الدول الإقليمية ودول كبرى منها حتى الحكومة العراقية الجديدة ويعني الدول الأخرى في المنطقة لمنع. نعم أستاذ حسن، العقوبات الاقتصادية. نعم أستاذ حسن، يعني في سياق العقوبات الأمريكية اليوم، ما هو تقييمك لحال الاقتصاد الإيراني طبعا منذ حيز التنفيذ وحتى يومنا هذا؟ طبعا يعني الاقتصاد الإيراني بشكل عام هو اقتصاد يعني متأزم، لا يرتبط بالعقوبات فحسب، بل هناك أزمات يعني كبيرة ومتجذرة، أزمات هيكلية بالنظام الإيراني وخاصة في القطاع الاقتصادي. هناك فساد إداري ومالي منتشر في كل أجهزة يعني النظام الإيراني وكل القطاعات ومؤسساته. هناك يعني حرس الثوري مسيطر على الدولة الإيرانية وعلى القطاع الاقتصادي والأمني والسياسي والإعلامي، وأيضا هناك يعني فشل في النظام الإيراني وإدارته للقضايا الاقتصادية والسياسية. لذلك أنا أعتقد وخاصة الآن ما زاد الطين بل أنه العقوبات فرضت وتتفرض بشكل أكبر في نوفمبر المقبل، يعني تدهور الاقتصاديين بشكل أكبر. اليوم هناك إحصائيات والأرقام خطيرة جدا تحكي أنه هناك يعني بدأت يعني البطالة تنتشر بشكل كبير، ارتفاع الأسعار بشكل كبير، سقوط العملة الإيرانية تزداد يوما بعد يوم. كل هذه الأمور أنا أعتقد يعني ستشكل يعني غضب شارع من الشارع، نعم، ويتبلور باحتجاجات حتى تشكل ضغوطا كبيرة على النظام الإيراني أما لغير سياسات الداخلية والخارجية أما يواجه سقوط الحديث. نعم، من لندن الخبير في الشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي، شكرا جزيلا لك.